مساءكم سعيد مستمعاتي مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم الأسبوعي المباشر صوت الرجاء. وصوت الرجاء ضمن أصوات إذاعة MFM. 60 دقيقة هي ساعة في عالم الرياضة مع أسرة الرجاء. الموضوع الرئيسي مساء اليوم المدرب رشيد الطوسي أو الطاقم التقني. فريق الرجاء عاد من الحسيمة بفوز هو الثالث في رصيده، ورصيد الرجاء من النقاط 10 نقاط في الرتبة السابعة. رشيد الطوسي مع الرجاء، رشيد الطوسي هل غادر المغرب الفاسي؟ المدرب كرول ومن هولندا يقول على أنه لا زال في الرجاء. يعني أسئلة كثيرة، يا أسئلة القلق، والرجاويون حائرون يتساءلون. مساء اليوم الحقيقة في استوديو إذاعة MFM كما عودناكم، نحن لا نبيع بضاعة بائرة، فسنستمع إلى رشيد الطوسي وإلى عزيز الخياطي وإلى سي محمد بن العودي عن خلية الإعلام بنادي الرجاء. كانت هذه توطئة وانطلاقة، وإليكم ضيوفنا بالأستوديو. ضيفنا جميع مستمعاتي مستمعي الكرام الإطار الوطني رشيد الطوسي. رشيد مساء الخير. مساء الخير ومساء الخير برنامج صوت الرجاء. تحية كبيرة كبيرة جدا لجمهور الرجاء البيضاوي. والمدرب والإطار الوطني المساعد عزيز الخياطي. مساء الخير عزيز. مساء الخير أبو سال، مساء الخير لمستمعي راديو MFM وبرنامج صوت الرجاء. سيدي أحمد المشكح زميل الصحفي عن جريدة المساء. مساء الخير سي محمد، مساء الخير رشيد عزيز كل الضيوف، ومساء الخير مستمعي مستمعات MFM. إبراهيم الزوين مرحبا الأستاذ أبو سال، مساء الخير لك ولضيوفنا الكرام ولكل المستمعين الكرام. سعيد قسمي مساء الخير سي محمد، مساء الخير للضيوف الكرام، مساء الخير لكم مستمعين الكرام. وشركائنا أيضا عن فريق الرجاء سي محمد بن العودي الخلية الإعلامية بنادي الرجاء. مساء الخير ومساء الخير رحبوب سي رشيد سي سعيد، وكنشكركم على الاستضافة. سي توفيق مول النخلة مساء الخير سي أبو سالو، تحية رجوية جميع رجويين. نعم مستمعاتي مستمعي الكرام، رشيد الطوسي من مواليد 6 فبراير 1956 بسيدي قاسم. 59 أنا ستك واحد ثلاثة ديال أنا راه بغيت باش تستفزو أنا بغيت باش تستفزو لاعب سابق من 1977 اتحاد القاسمي والمسقط الرأس والقلب، ياك السي رشيد. بصح علينا كانت شي حاجه مشكل. مسار طويل ديال رشيد الطوسي مدير تقني وطني، واكبر الانجازات كانت الفوز بلقب كاس افريقيا للامم شبان سنه 1997، واللي استمعنا له مؤخرا في واحد الوثيقه صوتيه في الخزانه الصوتيه لاذاعه MFM. اللقب كان في مدينتي مكناس وفاسيك السي احمد. ايوا هذاك تاريخ جميل جدا ديال كرة القدم المغربية، ديال واحد الجيل اللي عطانا من بعد منتخبات وطنية كبيرة، ما يمكننا إلا أن نكونوا فخورين كمغاربة بهذا الإنجاز. 2011 يا واحد الفترة ديال التألق مع فريق المغرب الفاسي، يعني راه كانت واحد اللحظة ديال الحب، وكنقول دائما الحب بين رشيد الطوسي والمغرب الفاسي لحظة يعني لا تنسى، كان فيها الإشعاع في فريق المغرب الفاسي، ولكن الإشعاع ديال كرة القدم الوطنية كانت ثلاثية، كأس العرش كأس الكاف وكأس السوبر، كتبقى هذه من أهم الإنجازات. رشيد الطوسي يلتحق بالمغرب الفاسي بعد فرانك ديما. الآن رشيد الطوسي هل هو في الرجاء ولا في المغرب الفاسي؟ كان سمعنا الأشياء كثيرة اللي تقالت يا إبراهيم. وفعلا يعني يمكن نقول على انه الماده الدسمه اللي كانت في نهايه هذا الاسبوع هي رشيد الطوسي والتعاقد مع الرجاء والتعاقد مع فريق المغرب الرياضي الفاسي. شوفوا الدسمه فين واحد الحيره بالنسبه للجميع، واليوم اكيد على انه الامور ستتضح مع هذا السؤال مطرح السي احمد ياك. اكيد هذا هو سؤال الاسبوع وسؤال نهايه الاسبوع، التوصيف الرجاء
أم أنه لا يزال هو ولكن اللي حقيقي الآن بالصوت والصورة رشيد توصي على أثير إذاعة أم أف أم في الأستوديو الكبير الأستوديو اللي كيستقبل كاسي رشيد. فأكيد بأنه الاستقبال كان في المستوى واستوديو كبير كبير في حجمه ولكن كبير بالقلوب اللي موجودة فيه. نعم سي رشيد انت دابا واش في الرجاء ولا باقي مع المغرب الفاسي ولا شنو؟ أعطينا المستجد، أعطينا آخر الأخبار اليوم إن شاء الله شنو اللي كان. فما يمكنش يعني اسم فريق كبير الرجاء البيضاوي ويدخل في واحد الحسابات يعني اللي احنا في غنى عنها. أكيد بأنه مسؤولين فريق الرجاء وجمهوره العريض والقيمة دياله على الصعيد العالمي روازينه جدا، وما كتعقد مع اي مدرب حتى تعرف بانه راه يعني الغاء العقد ديالو مع فريق المغرب الفاسي. فريق المغرب الفاسي كما ذكرتي بانه ما نساوش يعني ايام الزمن الجميل اللي قضيناها، واكيد بانه دائما كتبقى داخله في النوستالجيا، واكيد بانه غادي نكون دائما لو قلت شي حاجه في حق هذا ماشي من سيامي ماشي من اخلاقي، واظن بان دائما كتبقى احترام تتبقى موده وتتبقى علاقات وكتبقى هذه كره القدم. ف اسم رشيد التوصي كذلك كبرى الألقاب اللي سبق ليها وكانت من ضمنها الألقاب مع فريق المغرب الفاسي، ما يمكنش ننساها، هذا شيء أكيد. وأكيد بأنه هذا الشيء كيجعلني باش كذلك كاسم نكون محترم اسمي ومحترم الفريق اللي جيت ليه، فريق الرجاء البيضاوي فريق كبير، وأظن بأنه في هذا السياق ألغيت العقد بصفة نهائية مع فريق بعد يعني العقل يعني النير والجيد اللي كيقود فريق الرجاء البيضاوي والاشخاص والاعضاء اللي معاه في شخص سي محمد بودريقه والسي رشيد البوصيري اللي يعني خليت لهم الملف وكان توافق. وهاد العشيه تم هادشي كل شيء اليوم، هاد العشيه تم الامور كلها، تمت الامور كلها مع السي احمد. وهذا كنا نتمناه لانه كيف ما كان الحال هذا عمل رشيد التوصي هو مدرب اطار وطني يشتغل، يمكن يشتغل اليوم مع الرجاء وغدا مع المغرب الفاسي وغدا غد مع الجيش، مساله طبيعيه. لذلك فالعلاقات الوديه والانسانيه يجب ان تستمر، لذلك نحن نتمناه خاصه هذا الفضاء ديال مجال ديال التربيه وديال التكوين وديال لذلك كنتمنى أنه انتقال رشيد التوصي للرجاء ما يخلفش كل هذه الزباعة، لأنه كيف ما كان الحال هو إطار وطني علينا أن نعتز به ونفخر به سواء كان في المغرب الفاسي أو في الرجاء، وغدا يمكن أن يذهب إلى فريق آخر. ومسألة أخرى ونسيت باش ما نذكروا بأنه كنتمنوا الشفاء العاجل رشيد الوالي العالمي، لأنه كتربطنا مع علاقات. كيبقى الميدان ديال العمل هو ميدان احترافي، ولكن العلاقات والصداقات تبقى في جانب آخر واللي خصنا نحتفظوا عليه. هذاك الشيء اللي هو كيبقى. وأنا الحمد لله يعني في مسيرتي الكروية كل الرؤساء وكل أعضاء المكاتب كل مرت معها كنبقى في علاقة جيدة معها، سواء مسؤولين فريق الجيش الملكي أو المغرب الفاسي أو الفتح فاش مرت في الفتح أو فريق نادي القنيطري أو فريق اتحاد طنجة في المنتخبات الوطنية كذلك. دائما خص العلاقات تبقى طيبة، وهذا هذا هو المجال، هذو لي فيرتيو ديال السبور. وفي كل حلقة من صوت الرجاء هناك وثيقة. اليوم غادي نستضيفوا رفيق بن عبدجي، هذا ابن ديال أول رئيس لنادي الرجاء، رفيق بن عبدجي والأب ديالو حجي بن عبدجي. الوثيقة تأسيس الرجاء، اليوم غادي نشوفوا الوثيقة ديال ميلاد الرجاء 19 أو 20 من مارس، والوثيقة المسلمة من السيد سيلفريد، هذا كان يمثل الجامعة الفرنسية بالمغرب، والزنقة ديال حي كارلوتي اللي غادي يطلعنا عليها رفيق بن عبدجي. في كل حلقة هناك وثيقة من الوثائق اللي كنحتفظوا بها ومن الخزانة الصوتية. إذن البداية غادي نبداو شوية ديال بروح رياضية عالية، كاين شوية ديال الألم. كيف أقصي فريق الرجاء في 8 دقائق، وكيف تمكن فريق الفتح الرباطي من قلب الطاولة على الرجاء في 8 دقائق؟ كيف كان المدرب يعني في هذه اللحظة في وقت كان الرجاويون يستعدون للتحول إلى مدينة طنجة ومناقشة المباراة من أجل لقب آخر في كأس العرش؟ هذه هي كرة القدم، فيها تحولات كثيرة، 90 دقيقة، فيها الألم، فيها الفرح، فيها الشك، فيها اليقين، فيها الأوجاع، ولكن هذه كرة القدم. وأكد علاش كنبغيو حنا كرة القدم، فيها كل هذه الأمور هذه في 90 دقيقة. سعيد قسمي
كيف خرجت الرجاء ما نقولوش من الباب الخلفي ولكن من نصف نهائي كأس العرش؟ بالفعل أستاذ بوسال فريق الرجاء البيضاوي ما استطاعش باش يحافظ على نتيجة الذهاب اللي انتصر بها بالدار البيضاء 3-1 وبالرباط في مرور الأيام نهز بهدفين لصفر. 8 دقائق كما سبق ذكرتي زميلي أبو سهل في من عمر المباراة كانت كافية باش فريق الفتح الرياضي يقلب الموازين ويتأهل يتأهل للنهائي. إذن دقيقة 82 اللاعب خليس كيسجل هدف ضربة رأسية جميلة. بعد هذا الهدف تحروا اللاعبين ديال فريق الفتح الرياضي وصبحوا في تركيز عالي باش يسجلوا الهدف الثاني وتمكنوا في دقيقة 86 باش يسجلوا اللاعب الناهيري. هذا الإقصاء هو مر بالنسبة للجمهور الرجاوي وتساءل كثير كثير سبب الإقصاء وحمل المسؤولية المدرب كرول والمسؤولية بأن نهز خطة دفاعية 100% والدليل على ذلك حسب الجمهور الرياضي ديال الرجاء هو إقحام 8 لاعبين لهم حس دفاعي. نعم، إذا نمشيو للعناصر الصوتية غير ما دام أنك ذكرتي كرول. كرول راه السن ديال كرول هو السن ديال فريق الرجاء. الرجاء تأسست في 20 مارس 1949 وكرول يعني من بعد ما تأسست الرجاء نهار 20 هو تزاد نهار 24 مارس 1949. راه قدو قد الرجاء، يعني الرجاء جابت مدرب قدها ولكن ما صدق شيء. تفضل سعيد، انت خصك دير التاريخ السي محمد، ما ديرش الاعلام الرياضي. اذا بعد الاقصاء اذاعه ام اف ام استاذ ابو سهل كانت حاضره في اول حصه تدريبيه للعناصر ديال فريق الرجاء البيضاوي بملعب الوزيز وكان واضح التذمر على اللاعبين والإحباط عدم الرضا على النتيجة والأداء. احنا حاولنا نتقربوا من اللاعبين ونسألهم على هذا السبب ديال الهزيمة وتقربنا بأول لاعب الحارس المرمى محمد بوجاد اللي هو خرج لي قود قال لك يعني الإقصاء كان السبب ديالو كرول الخطة اللي نهجها الدفاعية. نستمعوا لبوجاد. كيف ما شاف الجميع مباراة ديال الأمس زرات في أجواء ما كناش تنتظروا أنها غدا تخرج بديك النتيجة اللي خرجت بها. اللي المدرب اللي وضع واحد التشكيلة وواحد التاكتيك لأنه هو اللي كان تيشوف أنه يكون أنجع لينا باش نمتازو التأهل ديالنا، مي كان خطأ في لو شوا ديالو داكشي اللي خلانا أننا نكسيو دوبيت في آخر الأوقات ديال المقابلة. وكيف ما تم الإقصاء ديالنا بطريقة محبتة للجمهور للعابة لا حاجة، وكيف ما شاف الجميع أن المسؤولية تحمل المدرب حيت هو الأول والآخر هو المسؤول على الفريق. إذا بالنسبة للمدافع بدر بانون وبدر بانون قام بلقاء جيد رغم يعني رغم الهزيمة، هو شاف أن الإقصاء ناتج عن تراكم في الدفاع من أجل الحفاظ على نتيجة الذهاب. إذا سمعوا البدر بانون. صراحة كنا عارفين المقابلة ما غاديش تكون سهلة نظرا حققنا واحد النتيجة اللي نقدر نقولوا نسبيا كانت مزيانة لينا. عرفنا غادي نلقاو تما فريق الفتح غيكون هازم من منذ الدقائق الأولى على باش يسجلوا على الأقل هدف الشوط الأول. مشينا عازمين وكنا أغلبية المقابلة كنا مساركنين للدفاع. صراحة كنا مساركنين حاولنا نحافظوا على نتيجة الذهاب، لكن كنشوف حتى الدقائق الاخيره عاد عدم التركيز ولا ساو نقدر نقول لك ساو سجلوا علينا نفس الاهداف اللي غير المصير ديال المقابله وديال الفريق ككل. بدر انتم دابا في البطوله كتحققوا نتائج ايجابيه، اش كتقول للجمهور الرجاوي وتوعد الجمهور الرجاوي بالنسبه للبطولات الموسم؟ كنظن ما بقى عندنا حتى خيار اخر في هذا الموسم، مازالت لنا واجهه واحده اللي هي البطوله. بدينا مقابلات الماست كنتمنى ان شاء الله نمشيو للحسين ما نزكيو النتائج ديال البطوله ونركزوا كل التركيز على البطوله. بالنسبة لأحمد جحوع، أحمد جحوع اللي ما شارك حتى الشوط الثاني، هو شاب أن الإقصاء كان ماشي منتظر وهذه المقابلة للنسيان ويجب التركيز في البطولة. نستمع أحمد جحوع. مقابلة للنسيان نتمنى إن شاء الله أننا ننسوا هذه المقابلة وهذه الكبوة بأسرع وقت ممكن. الهزيمة هذه ما كناش كننتظروها، أكثر المتشائمين ما كانش كينتظر الهزيمة هذه وهذا الإقصاء هذا بهالطريقة هذه، اللي سيما أننا فزنا بالضرب 3-1. ولكن هذه هي حال كرة القدم، نتمنى إن شاء الله أننا من اللاعبين تكون عندهم يعني مونطالمون يكونوا إن شاء الله فور باش إن شاء الله نرجعوا السكة ديالنا صحيحة إن شاء الله. و
يعني لا خوف على فريق الرجاء البيضاوي. يعني الرجاء البيضاوي كتوفر على اللاعبين في المستوى الكبير. اما ما نقول لك هذه السنه هذه ما غادي نكونوا ضعاف، بالعكس فريق الرجاء البيضاوي يكون السنه قوي. كنتسناو بعض اللاعبين يلتحقوا بالفريق والانسجام غيحصل مع المدرب اللي غيكون جديد ان شاء الله. وكنتمنى ان شاء الله مجموعة. الجمهور الرجاوي تسأل كثير عن الطريقه الدفاعيه اللي لعب بها فريق الرجاء البيضاوي. نستمعوا لطلال قرقوري يجوب عن هذه التساؤلات. لم نطلب من اللاعبين لكي يدافعوا طيله 90 دقيقه، لكن طلبنا منهم انهم يكونوا جد مركزين في عمليه عندما تضيع الكره، يعني الرجوع، يعني اول مهاجم يكون تقريبا 5 امتار امام لالين ميديان، وبالتالي ننتظر في التمريرات في وسط الميدان. عندما تمر الكره في وسط الميدان يعني نحاول استرجاعها في وسط الميدان وليس في 30 متر الاولى من مرمى الخصم. الشيء الاكيد عندما يسجل عليك اهداف اكيد قله التركيز. الهدفين سجل من عن طريق ضربه كره ركنيه وكذلك ضربه خطا. عدم التمركز الجيد للاعبين هو اللي خلى ان الفريق يسجل هدفين. الهدف للمدافع ما كانش هناك حراسه لصقه، وكذلك في الهدف الثاني كنا نعلم جيدا لان فريق الفتح ستكون لديه يعني النسبه اكبر في الاستحواذ على الكره بحكم اننا فايزين 3-1، لكن مع الاسف المباراه لم تكن في النهايه لم تكن في صالح الرجاء البيضاوي، وبالتالي تاهل فريق الفتح. نعم طلال القرقوري، عند الفسخ او عند الطلاق من المدرب كرول، طلال القرقوري والاخر اعلن الاستقاله ديالو، مشيو عند السي عزيز الخياطي. السي عزيز انا عاد حنا دخلنا لهاد، مرحبا بك. يعني اولى الكلمات رسالتك لمن توجهها الان، وانت غادي تكون رفيق درب رشيد التوصيف هذه المهمه، وسفينه الرجاء تبحر من جديد معكم. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا شرف لي انا كاطار وطني انني نشتغل في فريق كبير، فريق القاب، فريق عالمي، وكذلك شرف لي كبير انني نخدم الى جانب الاخ والصديق والعشير ديالي، انني ونساندو ونتعاون معاه في هذه المهمه اللي ان شاء الله نتمنى له النجاح فيها، ونتمنى له النجاح كنا كطاقم ولا هو كمدرب. واللي ممكن يتقال هو اننا اليوم، وكنداء او كميساج كيف تنقول للجميع الرجويين، وان اول شيء اللي كنخمو فيه حنا واللي كندبروه هو اننا في بدايه الامر تم الاتفاق على تقييم ديال جميع اللاعبين الموجودين في فريق الرجاء. انا ذاك غادي يمكننا نحطوا برنامج اللي غادي يمكننا نمشيو عليه. اذا السي رشيد الطوسي غادي نتكلموا بكل صراحه، غادي تحملنا وتحمل الجماهير وتحمل كل شيء، لان المهمه ديال المدرب هو هذا. نبداو سي احمد، كاين شي سؤال السي رشيد الطوسي قبل ما نفتحوا الخطوط؟ انا قبل ما نطرح سؤال السي محمد، يتقال داخل كل نقمة توجد نعمة. نعم. تنعتقد انه نقمة خروج الرجاء من منافسة كأس العرش والنعمة هي ذهاب كرول ومجيء إطار وطني بمساعدة إطار وطني، لأن كرة القدم المغربية وفرقنا الوطنية هي في حاجة دائما إلى الإطار الوطني. نحن نبني تجربة الاحتراف التي قطعنا فيها طبعا 5 مواسم، ولكن اللي كينبني على الأسس السليمة لابد أن نعطي للإطار الوطني حقه في تدريب الفرق الكبرى مثل الرجاء والوداد وغيرها، لأنه لا يعقل أن نستدعي مدرب أجنبي لا يفهم شيء الكثير في كرة القدم المغربية، ونترك الإطار الوطني الذي يعرف عقلية اللاعب المغربي، يعرف خصوصيته، يعرف هوية حتى الفريق الذي يشرف عليه. لذلك سنعتقد أنه النعمة اليوم هي أن الرجاء ستجد نفسها أمام إطار وطني يعرف كرة القدم المغربية، وأكيد أنه سينجح، وهذا ما نتمناه طبعا له ولي عز الخياطي. نعم أنا سؤالي قبل استحمد نمشي معك. المدرب كرول 36 ألف يورو تقريبا 40 مليون سنتيم في الشهر، كلف الرجاء في هذه الفترة هذه حوالي 160 مليون، يعني كانت عنده شقة ب 21 ألف درهم. ثم ما ضاع لي كرول مقابل الفوز بلقب ديال كأس العرش كان هناك 100 ألف يورو إضافة إلى المنح، ومنح المباريات ما يعادل 2 المرات ونصف أو 3 المرات ما يتقاضاه اللاعب. يعني غير باش نوضعوا الصورة،
على ان اذا كاين شي سؤال اخر أهم أحمد أحمد عاد لا ماشي مشكل. أنا سؤالي هو الرشيد التوصيل الآن هل يعتقد على أنه دخل واحد تجربة ملغومة بالنظر للتواجد ديال الرجاء اليوم في هذه المرتبة السابعة وخروج منافسة كأس العرش أم أنه يقدر يكسب الرهان مستقبلا؟ شكرا على السؤال. أول شيء تنشاطرك الرأي بأنه اي حاجه كتبغي تبدا فيها كتعمل لها واحد التقييم. سي الاخ ديالي سي عزيز راه تكلم على التقييم، ولكن انا كنهضر على التقييم بصفه عامه او ما يسمى بالتشخيص الاولي. والتشخيص الاولي ما كيتبناش على فراغ، كيتبنى على معطيات، والمعطيات هي خصك تكرف الهويه الفريق وهويه الفريق منذ ولادته كما قلتي من هذا. وحنا كنتذكروا لما كنا لاعبين وكنا لعب فريق البيضاوي الكل كانوا يبهر، انت كتلعب ضد فريق رجاء وتبهر بالاسلوب باش كيلعب به والطريقه باش يلعب به. لاعبين كبار بنيني دولمي اندلسي ولائحة كثيرة، لائحة كبيرة واستسمح لما تذكر بعض الأسماء، ولكن تظهر لي بأن هناك هوية هناك أسلوب، وهذا هو باش كيكون العشق ديال جمهور الرجاء والجمهور المغربي كله. لأن الرجاء ما عندهاش جمهور غير في مدينة الدار البيضاء، الرجاء عندها الجمهور حتى خارج أرض الوطن كبير. علاش؟ لأن عندها هوية عندها أسلوب. وأظن بأنه في التوافق اللي كيكون فلسفة المدرب اللي غادي يجي واش غتكون مواكبة لهوية هذا الفريق. وأظن بأنه هادو من العناصر او المعايير ديال الاختيار ديال اي مسلم كيبغي يختار. اظن بانه الحمد لله الفرق اللي دربناها بامكانياتها المتواضعه مقارنه مع امكانيات فريق الرجاء والامكانيات البشريه ديال الفريق تتكون استطعنا يعني باش نديروا لها هويه اللي بعض الاحيان ما كانتش هي هويتها. اللي نتكلم بين قوسين على فريق المغرب الفاسي، الكل كنعرف ايام كناير فريق المغرب الفاسي هو اللي كان كيدرب الاول على التاكل، يعني اسلوبه أكثر دفاعي، وكانت هناك يعني اللياقة البدنية والقوة البدنية والجانب البدني كان طاغي على الجانب التقني والتكتيكي، على عكس فريق الرجاء البيضاوي. فأظن بأنه استطعنا باش نرجعوه فريق هذا. حاليا يمكن فلسفة رشيد الطوسي كتماشى مع الأسلوب اللي باغي جمهور فريق الرجاء والطريقة ديال لعب فريق الرجاء البيضاوي، هذا الشيء باش الاختيار. وأظن إن شاء الله كما قال السي عزيز غنوضعوا لها برنامج من بعد تشخيصنا، برنامج اللي يرجع رشيد باش نشوفوا الغليل ديال الجميع تكون الاسئله مركزه ونتفادى الاجوبه السهله للاسئله الصعبه، يعني يكون السؤال في الجواب في مستوى السؤال مع المستمع يكون اكثر تركيز. ابراهيم الزوين. نعم انا غير سؤالي يعني بسرعه، مادام تكلم سي عزيز على انه تقييم اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي اكيد عندكم صوره واضحه الان على كل لاعبين، ولكن هناك الحديث من الان على ان رشيد الطوسي يتحدث على بعض انتدابات الان في هذه اللحظه لفريق الرجاء البيضاوي اللي الرجاء في حاجه له. واش فعلا رشيد الطوسي الان عنده اسماء الانتدابات الشتويه لفريق الرجاء؟ تقييمنا الاولي كتشوف انت بالنسبه لك فريق الرجاء البيضاوي شنو كيخصو، لانه ملي كتشوف يعني في طريقته الدفاعيه يمكن هناك يعني ما كاينش توازن، كاين هناك يعني لاعبين لهم حس دفاعي اكثر من لاعبين لهم حس هجومي، علما بانه هناك خص يكونوا لاعبين اللي عندهم حس هجومي اكثر، ولكن في هذا الحس الهجومي هناك اللمسه الاخيره ديال المهاجم. اكيد بانه فريق الرجاء البيضاوي والكل عارف هذا ماشي سي با سورسي، غادي نتكلموا بكل وضوح كما قلتي والسؤال يكون واجه، بانه محتاج راس حربه او مهاجم صريح اللي كيقدر يوضع يعني الكره في الشبكه. ناخذ المستمعات والمستمعين 0522 31 33 33 0522 30 30 00 على بركه الله نكونوا اكثر تركيز. مرحبا بالانتقادات، مرحبا بالاراء، مرحبا بالاقتراحات، كل ما غادي يجي من عند مستمعاتنا ومستمعينا غنعتبروه شموع يضوي لنا الاستوديو. رشيد الطوسي عزيز الخياطير هنا اشارتكم، وايضا كل الزملاء اللي كيتواجدوا معنا هنا. ياسر الانصاري على بركه الله. الو مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بغيت عندي واحد السؤال للضيوف ديالك. مرحبا. شكون اللي في الضيوف؟ قلنا شكون اللي بغيتي؟ سي طوسي ولا ها هو معاك هو تكلم معاه هو معاك. المهم اول حاجه هي اللي كنتمنى لهم مسيره موفقه. شكون اللي معنا باش نقيلوا نعرفوا التسميه ديالك؟ عبد العظيم. مرحبا. الله يبارك فيك. السؤال ديالي هو انه داخل على ان شاء الله كيف قال سي خياطي انهم يبداو بالتقييم ديال اللاعبين وداك الشيء. الاساس ديال الفريق هو عميد الفريق والعميد اللي كنشوفوا بان عميد الفريق الحالي انه ما كيقومش بالدور كعميد، ما كنقولش انه كلاعب ولا تقنيا،
كعميل انه فاش يكون تحيز تحكيمي ولا شي حاجه ولا بعض الاوقات الحساسه انت عندك عتاب عندك عتاب العميد ياك ولكن كون اكثر تركيز بسرعه باش الكره مستمعين اخرين كينتظروا انه 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 واش كيركز واش كيطوطي واش هذه حط باعتبار على عين اعتبار هذه النقطه اللي حكى العميد وكعرف شيء اكثر. شكرا لك شكرا شكرا العميد انت كنت العميد. الو مرحبا الو الو مرحبا الو سي رشيد توصي العميد وغير بين قوسين راه اكبر رتبه كاينه في الفرق في كره القدم هو الكابيتان ما كاينش جينيرال ولا كاين. الو مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. شكون معنا سيدي؟ معك مصطفى عدلان من مدينه بن سليمان. سي مصطفى عدلان مرحبا بالناس ديال بن سليمان تفضل. مرحبا خويا. خويا انا معايا رشيد توصي دابا. ها هو معاك هو معاك. معايا رشيد توصي. خويا بغيت نسول على رشيد توصي على الخطه اللي باغي يلعب بها واش هجوميه محضه ولا غيلعب على الكونتراتاك. ولا الدفاع يكون خايف نيت. شكرا لك. الو مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كنسلم على التوصي وكنتمنى له مسيرة طيبة في فريق الرجاء البيضاوي. شكون اللي معنا؟ شكون اللي معنا؟ شكون؟ سيمونير من الدار البيضاء. سيمونير من الدار البيضاء مرحبا. واحد السؤال رشيد التوصي بغيتو غير واش دار ديجا واحد لاناليز تكتيك لطريقة اللعب ديال الرجاء البيضاوي وفين كيشوف الخلل ديال الرجاء البيضاوي. شكرا لك. شكرا لك. الو مرحبا. الو سي محمد. سيدي شكون معنا؟ معك بالخوذة محمد من الدار البيضاء. مرحبا سي بالخوذة مرحبا. تفضل سيدي تفضل. نرحب بالسي توصي. هو معك؟ كل حاجة خاصو يتعامل مع اللعابة كمدرب ولكن يكون صارم معاهم. إلا ما كان صارم معاهم راه ما غاديش يمشي الرجاء. أنا نقولها له. شكرا لك. الآن هذه وصية ديالك قال لك أسيدي كون صارم السي رشيد. شكرا. الو مرحبا. الو نعم السيدي. مرحبا سيدي. شكون معنا خويا؟ كريم من الدار البيضاء. سيدي كريم مرحبا. نقص شويه نقص من الراديو نسمعنا ونسمعوك بالهاتف. دابا كتسمعني مزيان؟ ماشي انا اللي بغيت نسمعك. رشيد توصي هو معك. سي رشيد مرحبا بك بعدا في الرجاء. شكرا سيدي بارك الله فيك. وانت والسي عزيز الخياطي انا كنطلب منك عندي واحد التساؤل واش غادي يكون تعزيز الصفوف بقلب هجوم لان عرفنا الرجاء ما عندوش افا سونتر وكيكون بعد وقت كنديروا الصالحيه كنديروا الوادي لو خصنا شي افا سونتر يكون مزيان نتمنى من عند الله انه يكون شي قلب هجوم. والسؤال الثاني با معمر شنو وضعيت با معمر سي الطوسي؟ با وضعيت اذا غناخذوا جوج ديال الاسئله وغادي يكون السي رشيد الطوسي يجاوب باش نمشيو لدفعه اخرى. الو مرحبا. عافاك بغيت نقول للطوسي مرحبا بك في الرجاء. شكون اللي معنا؟ حنان من تمارة. لالا حنان من تمارة مرحبا. ربي يخليك. المهم بغيت نسول توصي لقينا قبيله في دي باج فيسبوك يقولوا باللي سي توصي مازال عنده واحد العقد في مع فاس. مع فاس كاع المغرب فاسي هو غادي يبقى عنده العقد مع فاس يعني روحي كمدينه ولكن كفريق راه كان الطلاق كنعتقد هذه العشيه راه فسر هذه الامور. كاين شي سؤال اخر حنان؟ لا بغيت نقول لي مرحبا بك في الرجاء وكنتمنى ترد الرجاء الطريق الصحيح وتبارك الله عليك وكنثقوا فيك. شكرا لك. اخر مكالمه في الدفعه الاولى. الو مرحبا. الو الو مساء الخير سيدي. وي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شكون اللي معنا؟ معك بالحاج من برشيد. سي بالحاج مرحبا تفضل سيدي السؤال ديالك. معنا سي طوسي مباشره ياك. كاين تفضل. إيه مرحبا سي بالحاج. سي رشيد نقولوا لك سيدي السلام عليكم. وعليكم السلام. السؤال هو واش في العقده ديالك مع الرجاء واش غتلعب اللقب ولا غير باش تنشط البطوله بحال الموسم اللي فات الرتبه الثامنه ولا اقل منها؟ تحية للناس المواقف النبيلة. شكرا. شكرا لك. شكرا لك. إذا هذه دفعة أولى رشيد. فنبداو هما سبعة الأسئلة. غير بتركيز راه الوقت. السي عبد العظيم هو اللي بدا والسي بالحاج هو اللي سالا. نعم. نمشيو واحد بواحد. فبالنسبة للعميد الفريق اختيار عميد الفريق. أظن بأنه في أي فريق هناك عمود فقري.
وفي كل عمود فقري هناك ما يمكنش تعطي انت العماد لأربعة لاعبين بدءا من حارس المرمى قلب وسط الدفاع وسط وسط هجومي، ولكن هناك معايير بانتقاء ديال عميد الفريق اللي خصو تكون عنده واحد الكاريزما جد مهمه، واللي يكون دوره قبل ما يكون دوره باش قياده الفريق او غير يمشي عاتب بالحكم او يشوف تظلم من تظلمات يمشي يتكلم عليه، خصو اول يقوم بدوره هو ويكون المثل داخل الفريق سواء في اللعب ديالو سواء في تصرفاته في سلوكه في اخلاقه في انضباطه، وهذه هي المعايير اللي نعتمدوا عليها. اكيد بانه فريق الرجاء البيضاوي له تاريخه له لا 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 له له رجالته، وحنا جينا يعني باش نحاولوا نوضعوا الانسان المناسب في المكان المناسب. نعم هذا فيما يخص الخطه هجوميه محضه او كونتر اتاك. ففي الخطط الهجوميه كاين ثلاثه ديال هذا، كاين لو كونتر اتاك وكاين لاتاك رابيد وكاين لاتاك بلاسي، ولكن فريق الرجاء البيضاوي غادي يكون عنده ان شاء الله كما قلت رجع لهويته ويكون عنده عده اساليب، لانه الفريق الرجاء خصو يبقى يباغت الخصم بعده اساليب ماشي اسلوب واحد، وهذه غدا مع النهج والفلسفه ديال رشيد الطوسي مع متطلبات كره القدم الحديثه والهويه ديال فريق الرجاء البيضاوي، بانه الخطه الهجوميه غتكون اون فونكسيون ديال 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 ديال, ديال, ديال لادفيرسير، وباش نحاولوا نكونوا دائما حنا هايجين على الفرق، هذا هو اللي مهم، هو تكثر مع الخطه الهجوميه وتكثر مع الدفاع، يعني حنا غادي نكونوا مهاجمين اكثر علما بان خصنا حتى الدفاع نكونوا مراصينو. فيما سيمونير السؤال الثالث في الاناليز التكتيك والخلل في الموجود، اظن بانه في اي ديناميكيه فريق كتبحث على واحد لو فاكتور كي تري امبورطون، واحد العامل من العوامل الاساسيه هي لا كويزيون. فريق الرجاء البيضاوي بالرغم من الامكانيات كما قلنا البشريه يجب توظيفها في واحد لو سيستيم في واحد المنظومه، والنظام او المنظومه اللي خصنا نوضعوها تكون غادة مع امكانيات فريق الرجاء البيضاوي البشريه اللي موجوده، وهي اللي غتخللها كيف الانشطه او الانشطه اللي غنديروها سواء نشاط التنشيط الهجومي او التنشيط الدفاعي على حساب هذا، يعني خص يكون لا كويزيون في الانسجام في الطريقه ديال اللعب. هذا السؤال سيمو الخدا، تعامل مع اللاعبين كمدرب، اظن بانه الحمد لله رجع غير الفيلم ديال 100 جور ديستوار وغادي يبان لك رشيد الطوسي الوجه الحقيقي، كان بان درويش قدامك ولكن داخل الغرفه ديال الملابس او داخل هذا يمكن كيكون الوجه الحقيقي ديال رشيد الطوسي، ونتمنى ماشي داك لا ديسيبلين اللي عندها لو ستيل اوتوريتير اللي هذا، ولكن لا ديسيبلين اللي غتكون لمصلحه الفريق، لانه حنا الديسيبلين خصها تكون لا ديسيبلين في لو جو هو اللي مهمه بالنسبه لنا، ولكن الا كان واحد ديسيبلين اون دور ديال لو جو اكيد غيكون ديسيبلين دون لو جو، هذا الشيء باش غنحثوا باش تكون هناك واحد الانضباط غيكون تابع للقانون الداخلي ديال الفريق. ففيما يخص السؤال الخامس، التساؤل حول تعزيز الصفوف، هذه سبقنا جاوبنا عليها وهو ذكرها كمهاجم، هذا غادي ندوزوا عليه. فيما يخص كذلك وضعيه بام عمر، مازال ما شفتش بومعمر، لان ملي جيت خصني ولا بدا واحد اللقاء ونتكلم معاه ونشوف كذلك، لانه كتشوف ان رغبه اللاعب خصو يكون موتيفي باش يلعب في الرجاء البيضاوي، يكون ليه الشرف باش يلعب في فريق الرجاء البيضاوي، اما اذا كانت هاد لا موتيفاسيون ما كايناش او هناك شيء يمكن ما ماشيش مع مطلوب من داخل الرجاء البيضاوي، اكيد بانه غيكون 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 التغيير، ولكن ما حد مازال ما جلسناش مع اللاعبين ودرنا العمليه ديال التقييم، واللي غتكون ماشي غير التقييم عن طريق الملاحظه، التقييم عن طريق كذلك الحوار مع اللاعبين والتقرب منهم، عاد غنعرفوا شنو المصير ديال اللاعب. فيما يخص كذلك الاخت حنان، شكرا، واكيد ان شاء الله بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى والعمل ديال الجميع، لان دائما كنشتغل في اطار ديال فريق عمل متجانس، اكيد ان شاء الله غادي نوصلوا، فالمهمه ما غتكون سهله، ولكن الحمد لله انا عندي ثقه كامله اول شيء في اللاعبين، ثقه في المسؤولين، ثقه في الطاقم التقني، واللي خص يكون في واحد التفاعل وواحد الانسجام تام بيناتهم، واكيد بان ثقتنا الكبيره في الدينامو الكبير ديال ديال ديال, ديال الفريق، وهذا كيشهد ليها اي واحد وكيتمنى اي واحد، هو اللي كيعطينا ذاك الدعم الاساسي هو الجمهور ديالنا الكبير، والجمهور الكبير هو اللي ان شاء الله غادي يساندنا باش نمشيو في هذا الطريق صحيح. والسي بالحاج ملي كتجي الفرقه كبيره انا غنطرح سؤال، واش كتسنى باش تنشط؟ اكيد بانه كما قلت دائما رشيد الطوسي في الخزانه ديالو عنده القاب، لقب ديال البطوله مشى ليا عدة مرات على جزئيات، فاكيد ان شاء الله عندي طموح باش مع فريق الرجاء بدون نبلغوا لهذا الهدف. صوت الرجاء، اش اخبار الرجاوي؟
اش اخبار الرجاوي السي بلعودي؟ اش اخبار الرجاوي؟ اهلا وسهلا. اول حاجه يعني واحد التوضيح بسيط، هو راه السي راشد قبل ما يجي راه وقع الوثيقه ديال الفسخ، يعني باش ما يبقاش هذا التساؤل هذا، يعني السي راشد ما بقاش عنده حتى شي علاقه حاليا بالمغرب الفاسي قبل ما ندخل، يعني سوى وضعيته مع المغرب الفاسي لهذا الاستوديو هذا، راه وقع الوثيقه ديال هذا. كاين اول هو المباراه، يعني الموعد ديالها المباراه ديال الرجاء الرياضي امام المغرب التطواني الحد مع 7:30 بمركب محمد الخامس. النتائج ديال الفئات الصغرى، كاين الهزيمه ديال، كانت الهزيمتين ديال الفئتين 17 سنه و 19 سنه امام فريق رشاد البرنوصي. الفئه الاولى هزمت 17 سنه بهدفين لهدف، والفئه الثانيه هزمت بهدف لصفر، فيما فريق الامل كيواصل يعني القوه ديالو الصحوه ديالو، كيعود يعني كيحقق الفوز السادس في مدينه الحسيمه بهدفين من توقيع وليد صبار الهدف. سي رشيد غيكون في اول حصه تدريبيه مع اللاعبين يوم غد صباحا الساعه 11 صباحا بمركب الوزيس. تذاكر ديال المباراه اللي كتعتبر مباراه قويه ديال الرجاء والمغرب التطواني غتكون يعني بدايه من يوم الاربعاء زوالا تطرح للبيع، 30,000 تذكره باثمنه ديال 30-60-300 درهم. ثم التقديم الرسمي للاطار الوطني ولا الاطارين الوطنيين السي رشيد الطوسي والسي عزيز الخياطي غادي يكون يوم الخميس على الساعه 3:00، يعني يبدا التوافد ديال وسائل الاعلام 3:30 بالضبط غادي يكون السي رشيد الطوسي متواجد في الندوه في القاعه ديال الندوات اللي غتكون تقديم يكون مركز مركب الوازيس، يعني قبل بدايه ديال الحصه، يوم مفتوح للصحافه وغيكون فيه التقديم ديال السي رشيد اللي كنرحبوا به وكنتمنوا ليه التوفيق. بقاو مع تفضل سي توفيق. قال لك نتمنوا ليه التوفيق وانت تفيق. هذاك الشيء اللي كاين. التوفيق من الخلق. اي واحد بريسيزيون، صح من مشكع قال لك بان الرجاء كتحصل المرتبه السابعه، هي كتحصل المرتبه الخامسه على بعد نقطه من المركز الثاني وعلى بعد 6 نقاط من المركز الاول. نعم. شكرا. اذا ناخذوا نمشيو لفقره اخرى، غنمشيو عند واحد المحب في كل حلقه معنا، واحد من المسكونين ومن المحبين العاشقين، غادي نمشيو عند مونولو. مونولو كنلقاو في كل مكان سحبت. واكيد هذاك واحد من رموز ديال الرجاء. الرجاء كي قال رشيد لما كيدي مع لاكوداس كيدي مع الطبل هذا. لا لا، الرجاء كي قال رشيد هي عندها جمهور ماشي غير في الدار البيضاء، حتى خارج الدار البيضاء وحتى خارج ارض الوطن، وهذا واحد من الناس اللي كيطوف على كل الملاعب ديال الوطن، خصوصا حينما تكون الرجاء خصما. شفناه الى ذكر رشيد في العيون، في المباراه ديال اللي حضروها نجوم العالم بقياده مارادونا، ورشيد كان واحد من المشرفين على فريق من الفرق المتنافسه. اذا مونولو ديما ديما رجاء. السلام عليكم والسلام على جميع المغاربه من طنجة الى الكويره. قبل ما نتكلم كنشكر الاخ ابو سال والاذاعه ديال ام اف ام. انا اسم ديالي المصطفى رشيق الملقب مانولو، الازدياد ديالي 1969، القاطن بحي السيد البرنوصي الدار البيضاء. نعم سي رشيق، انت مونولو شحال السن ديالك دابا؟ السن دابا عندك 1969 وشي 45 سنه. 45 سنه، ولكن من اللي حليت عينك كنت كتبغي الرجاء ولا كنتي كتبغي شي فريق اخر؟ انا من اللي حليت عيني كنبغي الرجاء والفريق رشاد البرنوص. واذا ربما الحي ديالك في البرنوص انت؟ نعم هي. انت فين تزتي؟ فين بلاصه تزتي؟ تزت بحي البرنوصي بدوار الحاج عيسى. وانت اخترتي انك تكون رجاوي ولكن تشجع بالطبل وبالاعلام وب اختاريت البدايه ديالي كنت كندير النفار هو الاول، كنفر بالملاعب ومن سميتو درت الطبل الكبير. الطبل الكبير، والطبل دابا كبير. نعم. وشنو هما اهم واجمل الذكريات اللي بقات عندك انت كترافق الرجاء في المباريات هنايا وتخارج ارض الوطن؟ اجمل ذكريات هما المقابلات ديال الديربي والمقابله ديال ضد مولوديه وهران في الجزائر والمقابله ديال تونس في رمضان فاش دينا لاكوب.
في القلب ديال تونس. جبنا لهم دينا لهم كاس من القلب ديال تونس. وانت درتي كاع الرحلات كلهم درتيهم مع درت مع فريق الرجاء الجزائر تونس جنوب افريقيا مشيت للبرازيل مشيت الامارات مشيت سيدي لمصر. وراك رجلتي مع راسك رجلتي مع راسك. نعم ايوا شكون نعم وشكون هما اللاعبين اللي كانوا كيطربوك واللي يعني كانوا كيمتعوك؟ كاين بعض اللاعبين اللي غادي يكونوا نجوم كانوا كيعجبوك الطريقه ديالهم. نجوم كان العربي كان عربي كان الاستاذ ظلمي عبد المجيد ظلمي نعم نعم كاين صلاح الدين بصير نعم مصطفى خليف نعم مسالك خالد نعم لا زعما ولكن هذا الطبل واش الطبل كيعاونوك فيه شويه الفرقه الا خسر هذاك الطبل ولا يعني تمزق هذاك الشيء؟ الطبل كناخذوا من مالي الخاص وما الدرابوات ديالك الدرابوات كنفصلهم نيميريك 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 كنفصلهم ودابا انت القصبه ديال القصبه ديال الدرابو كنشري ديك ديال القصبه ديال الصيد نعم ويلا الى الى دابا الى الى الفريق كيكون وكنوضح للجماهير المغربيه راه ما عندي لا راتب شهري لا مع الراجل شحال الدعايات كيقول لك ولدي راه مانولو ديري لي واحد الراتب شهري كذا عنده هادي ما عندي حتى شي حاجه الحمد لله كنبريكولي في طنجة مع الاخ ديالي. نعم نعم فإلا كانت الرجاء منتصرة كنلقاك أنت ناشط مع راسك من حتى شي وإلا إلا كانت الرجاء خاسرة كنشوفك أنا معزول في واحد القنت ومقلق وجالس وحاط يدك على ذاك الطبل يعني ما عندكش حتى اليدين باش تضرب هذاك الطبل. لا بالعكس ملي كنكون الرجاء خاسرة كنحمسوا الجمهور وكنشجعهم وكنفيقهم وكتكون نتيجه وثاني ملي كتكون انتصار راه كتكون حاله وحده كنطلعوا فوق الحيط كنمشيو كندوروا على التريبينات ونرجعوا على المدرجات وكنرجعوا. دابا رشيق مونولو واش ما يمكنش لك انت تبغي شي فرقه اخرى؟ لا الفريق ديالي الاول هو فريق الرجاء البيضاوي والعالمي. اذا رجعوا لك اسئله اخرى لا غير انا بغيت نطرح هذا السؤال ماشي لرشيد ولكن العزيز عزيز اللي اختار انه يكون مدرب مساعد ديال رشيد الطوسي كيف جات فكره الاختيار وشنو اللي دفعك وحمسك اكثر انك تكون مدرب مساعد مع رشيد الطوسي في فريق اسمه الرجاء الرياضي؟ هو بصراحة هذا السؤال تلقيته من عدد ديال الناس وهذا اللي تعمدت نطرحه هنا الرأي العام صحافة لا فامي تو الموند يعني طرح هذا السؤال هذا ولكن أنا سبق لي في بداية التدخل ديالي في هذا البرنامج على إذاعة إم إف إم قلت أنني حصل لي الشرف نشتغل مع فريق كبير فريق ألقاب فريق اللي كل مدرب أعتقد أنه في المتمنيات ديالو أنه يشتغل في هذا النادي هذا فبالتالي أنا واحد من هاد المدربين اللي كنت كنتمنى أنني نشتغل في إدارة في التقنية ديال نادي رجاء البيضاوي وبالتالي ما وفقنيش الله أنني نكون مدرب الأول ديال فريق رجاء البيضاوي ولكن كيحصل لي الشرف نشتغل مع خويا وصاحبي رشيد الطوسي اللي طلب مني بهاد المناسبة باش أنني نشتغل معاه ونتعاون أنا وياه لأنه حتى الطريقة باش عرض عليا أنني نشتغل معاه شجعتني أكثر وأكثر لأن بكل صراحة جا عندي بواحد تلاقي أو بواحد أنا محتاج ليك باش تشتغل معايا لأن تنعرف القيمة ديالك تنعرف الأداب وتنشتغل ديك التجربة ديالك وكنعرفك فاليوم غادي نرد لك رد الإعتبار ديالك أمام جميع فريق الرجاء البيضاوي اللي هو فريق كبير وبالتالي كنتمنى من الله سبحانه وتعالى بهذه المناسبة هذه أنني نكون عند حسن الظن ديال فريق الرجاء البيضاوي وكذلك عند حسن الظن ديال الصديق ديالي والأخ ديالي والمدرب سيد راشد الطوسي باش نكونوا إن شاء الله نأديوا المهام ديالنا في أحسن قيم ونطلب الله يوفقنا في النتائج لأن النتائج هي المحامي ديالنا رقم واحد. سي رشيد العقد ديالك 18 شهر كان أعتقد فعلا 18 شهر قابل للتمديد أكيد المشروع إن شاء الله إلى نجح أكيد المشروع ملي كينجح كيكون الطموح باش تزيد أكثر ومن هنا غندخل في السؤال اللي سيدي أحمد طرحوا لسي عزيز غير باش نزيد كإضافة وما نطولش ما تخافش أكيد ملي كتشتغل في فريق كبير كيخص يكون طاقم كبير والطاقم
اكيد بين المدرب اللي كيكون يعني بالنسبه للعقل المدبر كيختار المدرب اللي غيكون تيتماشى معاه في طريقه ديال العمل ديالو وعنده نفس الفلسفه ديال العمل، خصوصا وفي التعامل ديالي مع الطاقم ككل، ماشي غير الطاقم التقني ولكن حتى الطاقم الطبي، لان استقطبت السي محمد حلام اللي يعد من الكفاءات العاليه في الطاقم الطبي وتجربه كبيره، وكان اشتغل مع فريق الرجاء البيضاوي في السنتين اللي كان محمد فاخر وفي كاس العالم الانديه، اظن بان الشيء اللي غيعطي اضافه، لان اتعامل مع 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 مع, مع المدرب ما نقدرش نقول المساعد ولكن المدرب الثاني، انا كاين المدرب الاول والمدرب الثاني يقولوا يعني اونترينور ادجوا، مي سي ان اونترينور ادجوا. والدليل بانه شفتوا المدربين اللي كانوا يعني اسيستون ديال المدرب الاول كيفاش تالقوا من بعد، ولاو هذا منهم مورينو في الاول، منهم عده المدربين اللي كانوا مع فيرغسون في مانشستر. علاش؟ لانه غير النقطه اللي مهمه، ما كنتعاملش مع ذاك المساعد المدرب بانه غير هذاك اللي غيمشي يجيب البلو ديال البلو، باش ملي غتكون عندك ورشات العمل داخل الفريق وكتعطيه واحد الطريقه ديال العمل غيشتغل بها، عارف بان خويا سي عز الخياط اللي غيمشي يشتغل بها غنكون بقدر مطمئن، لان كاين الكفاءه ولكن اهم عنصر كاين هو الثقه. من جديد غادي نمشيو عند مستمعاتنا ومستمعينا، غادي ناخذوا جوج ديال المكالمات ثم غادي نمشيو لعند السي محمد بن العودي. جوج المكالمات. الو مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. سي ابراهيم كي داير سيدي؟ بخير. سي بروك من انزكان، تفضل سيدي. مرحبا فيك. تفضل. يا ابو سعد بخير. مرحبا عام سيدي. نشكرك اخويا على جبتينا سي توفي. نعم يلا بسرعه راه الوقت زحمنا بروك. يا سيدي نتمنى السي توفي النجاح في الرجاء. شكرا. والتشكيله اللي غادي يختار، واش بعد اللعابه كيديهم الامل واش غادي يردهم ولا بحال ذاك اللاعب الصغير اللي كان في وسط الميدان؟ بن حليب. بن حليب لا لا تيهضر على وليد الصبار. وليد الصبار رجعته ديجا؟ ما بغاش يجدا، راه قال لك ردوا. وليد الصبار رجعوا وقال لك رجعوا. الو مرحبا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكون معنا؟ معك منى من دار بيضاء. مرحبا لاله منى. كنرحبوا بالسي الطوسي والسي الخياطي، وبغيت نقول له مسيرة إن شاء الله موفقة مع الرجاء البيضاوي والرجاء العالمي، وخصو يعرف أنه راه جمهور كبير بزاف، وما نحتاجش نقول له راه كيشوف بعينيه. نعم فعلا شكرا لك، هذه غير دار تنبيه إحاطة ياك. نعم غير هذا غير جرمان. باقي مكالمة. ألو مرحبا. السلام عليكم. مرحبا عام السيدي. مصطفى من هورا. مصطفى من هورا. اي اي كنتمنى للطوسي التوفيق ديالنا، وبين يودي لنا بان الرجاء فريق كبير عالمي، كنتمنى له التوفيق ديالها. شي كان شكرا لك. شكرا. اذا رشيد بسرعه باش نقلنا اقل من 10 دقائق. اكيد بان كنحمد الله بان كاين الناس اللي كتدعي لك بالتوفيق، وهذا شيء كبير، لانه من احب الله احب فيه الناس، واظن الا ما كانتش المحبه ديال الناس ما غاديش هذا، وهاد المحبه كتزيد تزكي فينا حماس، وحنا الا كنا زعما فرق اللي كنقولوا بامكانياتها للبشريه ولا الامكانيات الجماهير الكبيره اللي كاينه، ملي كتلعب امام 50000 ولا ملي كيوصلك حتى 80 ياك، بعض الاحيان كيقدر يوصل يوصل 80، اكيد كيزكي فيك واحد الحماس كثير. الا كنت لكنتي غا في فريق اخر يمكن الجمهور ديالو اقل باضعاف اضعاف اضعاف، فهنا غتولي فيك توربو، يمكن غادي نقدروا انا بنفسي غادي نقدر نتعجب في نفسي، يمكن غادي نشوفوا رشيد توصي اخر ان شاء الله، نتمنوا مع فريق ولا الطاقم التقني كيكون ان شاء الله باش نكونوا عند حسن محمد بن العودي. شنو كاين واحد المسجد سي ابو سهل، هو على بخصوص المباراه ديال المغرب التطواني والرجاء الرياضي، احتمال انها تاجل اليوم الاثنين او الثلاثاء، على اعتبار ان الجامعه وافقت على برمجه ديال المباراه ديال غينيا وناميبيا برسم التصفيات ديال كاس العالم في يوم الاحد على الساعه 7، بالتالي ما يمكنش تجرى المباراه ديال الرجاء في هذا التوقيت هذا، يعني كاين احتمال ديال ان تاجل اليوم الاثنين او الثلاثاء. البرمجه ملي غنتوصلوا بها من الجامعه فغن يعني غنديروا الخبر في الموقع الرسمي ديال الفريق، غير واحد وتوفيونا به ان شاء الله. واحد الاشاره بسيطه، هو التساؤلات كثيره على الحاله الصحيه ديال اللاعبين، الحمد لله جميع اللاعبين في حاله صحيه جيده، كاين الحافظي والبولديني حتى هما بحاله صحيه جيده، راه خداو التدريب ديالهم، وخصوصا الحافظي اللي عليه تساؤلات كثيره فهو تجاوز المرحله ديال الترويض وبغى يبدا التدريب ديالو. وفي كل حلقه وثيقه في هذا اليوم غادي نتعرفوا مع الابن ديال اول رئيس لفريق الرجاء، هو رفيق بن عبدجي وابن حجي بن عبدجي.
حتى لا ننسى، حتى لا ننسى. وللرجاء تاريخ. دونك استاذ، وكنشكر المستمعين والمستمعات، ومرحبا بالجميع. أم حنا سعداء باش نقتربوا من الراحل بن عبدجي من خلال الأبناء ديالو. يعني حتى الآن مرت سنوات كثيرة من 1983 من اللي رحل حاجي بن عبدجي أول رئيس حتى الآن، ولكن كتبقات شي أشياء اللي هي غامضة. أولا نمشيو الوثيقة ديال البلدية الفرنسية كتبين يعني التاريخ ديال فاش تسلمت الوثيقة، وكتعتبر هذاك هو اليوم الميلاد الرسمي. واش كي اللي تيقول 20 مارس كل واحد واش يقول؟ لا، هي لتصحيح الجميع التاريخ بالضبط هو 19 مارس 49. وهاد الوثيقة، هاد الوثيقة موجودة كاينة فيها 19 مارس ديال البلدية ديليفري بار مسيو سيلفريد اللي كان ممثل ديال الفيدراسيون فرونسيز هنا في المغرب. نعم، وثم هاد المقر فين كان ديك الساعة اللي جات فيه هاد الوثيقة؟ كانت سيدي 8 زنقة ريدا بيسيني في كارتي كارلوطي، دار كارلوطي. يعني الراحل كان بإجماع ديال اللاعبين وكل شيء باش يلقاو الحل مع الفرنسيين، كان الحل هو الحاجي بن عبدجي. لأن حيت كما كتعرفوا في هذيك الفترة كانت الشروط الأساسية هذا كان خاص باش الرئيس خصو يكون حامل جنسية فرنسية، والوليد كان ديك الساعة عنده جنسية جزائرية وفي نفس الوقت كان فرنسي وكان عنده الورق ديالو فرنسيين، ولهذا باش تحت ليه باش ترأس هذه المسألة هذه، ودار فريق الرجاء، دار عليها رأس فريق الرجاء رئيس ديال الفريق. وفين كانوا كيتلاقاو ديك الساعة؟ فين كانوا؟ كان الوليد عنده مقهى ديالو، فهمتي، كانت عنده مقهى ديالو تما في هاد لاريو دافيسيني، كانوا كيتجمعوا تما هو وبعض الأصدقاء ديالو اللي كونوا هاد الجروب ديال هاد الفريق هذا. والأغلبية ديال الوقت كانوا كيجيو للدار عندنا، درب كلوطي زنقة 8 الرقم 24 ورقم 26، جوج ديور ديالنا اللي كانوا عندنا تمايا، كانوا الأغلبية كيجيو للدار كيديروا شي عشاء ولا يديروا هذا شي مناسبة وتجمعوا داك الشيء حتى تأسوا هذا الفريق وتا تولوا. إذا باش نختموا الآن، كان أعتقد الأهداف اللي كانت عندك مع المغرب الفاسي ربما ما وصلتوهاش هذوك الأهداف، واش كان هدف هو تكوين فريق قوي ولا الألقاب ولا بدينا بالمغرب الفاسي وساليو مصير؟ أنا بغيت الأهداف اللي مع الرجاء اللي مهمة ده. ما غير واش أهداف، لأنه إلى 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 اليوم انفصلنا مع فريق المغرب الفاسي باش يبقى العقل ديالي والتركيز ديالي مركز على فريق الرجاء بيضاوي، باش هذيك رسالة للمغرب الفاسي، رسالة للمغرب الفاسي. المغرب الفاسي نتمنى التوفيق، هناك لاعبين واعدين، لاعبين شباب. كان المشروع حسب الكلمات وهذه تعهدنا فيها في الحرم باش نكونوا فريق 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 مستقبلي، فريق اللي الامكانيات ديال اللاعبين ديالو جاو من 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 الهوات واللي على الله كيتبنوا شيئا فشيئا، فاكيد ما يمكنلكش تبدل الرؤيه في واحد الوقت وجيز، علما بانه مع فريق الرجاء البيضاوي هناك مشروع اللي جد مهم، مشروع اللي غادي تمشي مع مطلب كرة القدم الحديثة والفلسفة ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي كيبغي يلعب هجمة. نعم. علما بأنه كرة القدم الحديثة واللي كتطلب وسائل علمية جديدة، وحنا خصنا نغنيو الرصيد المعرفي ديال اللاعب الرجاوي، ماشي الرجاوي غير التقنيات، ولكن الرجاوي اللي خصو يكون تاكتيكمون اوسي فور. نعم، لأن كرة القدم تطورت. أخي أنا ما نطرح السؤال، أنا غير بغي ندير واحد المتمنيات، وهي أن العلاقات الإنسانية خصها تبقى مستمرة ما بين أطرنا الوطنية وما بين الأندية. اليوم التوصيف الرجاء غدا يمكن ينتقل أي فريق آخر، خصنا نتجاوزوا، لأننا نحن دخلنا تجربة الاحتراف، فخص حتى الاحتراف حتى في التعامل مع الأطر مرة أخرى، إعطاء فرصة أكبر للأطر الوطنية لأن هي التي يمكن أن تقود بطولتنا الوطنية إلى بر الأمان. إبراهيم. نعم، أنا غير سؤال بسيط، توصي وجمهور الرجاء. انا قلت هو اللي غيعطيني الدينامو الكبير ان شاء الله، بس ان شاء الله هو اللي غيعطيني. السي محمد بن العودي، كرول للصحيفة الهولندية، كان قال على ان هو مازال في الرجاء، ولكن تيقول هو مازال في الرجاء في الوقت اللي هو في هولندا دابا. وقيله
والقرار كان واضح يعني وتنشر في الموقع الرسمي. اي مدرب يعني المكتب المسير عنده الحق انه يعني يتخذ اي قرار في المدرب يعني بشرط انه يحترم بنود ديال العقد اللي وقع عليها سي كرول اليوم الاول. فكنظن ان فريق الرجاء الرياضي من هذا الجانب ربما راه محترم يعني بنود ديال العقد. مسؤولين ديال الفريق راه جلسوا يعني سي كرول المدرب كرول بلغوا ليه القرار. كيبقى الاختيار ديال يعني كرول واش غيتقبل القرار او انه غيسلك جهات اخرى, فهذا اختيار ديالو. كاين بند اللي كيتفسخ فيه العقد ما بين الطرفين طبيعه الحال. كاين بند انه الا كان الفسخ العقد من طرف واحد ف يعني كاين البند اشنو يعني مال الفريق ومال المدرب وما على الفريق ومع المدرب. ففريق الرجاء راه مستعد انه يحترم, ماشي مستعد راه محترم داك البند, ولكن خص كرول هو يعني يكون من الجانب ديالو التجاوب ويرضى بالقرار ديال الفريق لانه ما عطاش اضافه للفريق. محمد بن العودي, كلمه صغيره للسي عزيز الخياطي, لمن توجه رسالتك في هذه الليله المباركه؟ الرساله ديالي غادي تكون لجمهور فريق الرجاء البيضاوي, لاننا ان شاء الله غادي نكونوا في الموعد معهم الى ساندونا وعطاونا شويه ديال الوقت باش يمكننا نعرفوا الاجواء ديال الفريق والتقييم ديال اللاعبين. سي رشيد, انا قلت غيعطينا الدينامو ولكن ما كملتش كلام ديالي. باش شكرا رجعتي ديال الكلام, لان الجمهور اقدره واحبه احترمه, وما عمر ما 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 ما, ما كان عندي انا اي شيء. بالعكس كنت كنعبر دائما, كنكون في اي بون دو توش كنعبر على واحد الفرحه اللي كانت. هذا ما خصهمش ياخذوا شي فكره مغلوطه على رشيد الطوسي. دائما رشيد الطوسي يحب الجمهور رجع من زمان, ملي كان عندي لاعبين من المنتخبات الوطنيه جميع الفئات, وهذا احبه واقدره واكمل كل الاحترام. فغير حيدوا الفكره بان راه كان هذا, علما بانه الجمهور تيبقى هو السند, هو الدينامو, هو اللي غادي يعطينا شحنه قويه ان شاء الله باش نرجعوا للسكه الصحيحه. محمد بن العودي, رجع لعندك الامل مع رضوان حجري. امل الفريق راه تشرنا لي بانه فاز, حقق نتيجه ايجابيه. ما كانش رضوان حجري كيف كان 6-6 كان مع الفريق الاول. لسه عمر النجاري رقم بالدور ديالو هو اذا رضوان حجري كيفوز املا وكبارا وكيواصل المسيره ديال الرياضه ديالو يعني البطوله ديال الامل. اذا شكرا مستمعاتي مستمعي الكرام, تحيه لضيوفنا سي رشيد الطوسي, عزيز الخياطي, سي محمد بن العودي, توفيق مول النخلة, سعيد قسمي, سي احمد المشكاح, ابراهيم الزوين. وشكرا لكم مستمعاتنا مستمعينا على الوفاء, ويستمر اللقاء. صوت الرجاء